متتبعي قناه فاسبريس، اليوم الجمعه 12 نوفمبر 2021 عقد مجلس مدينه الدار البيضاء دوره استثنائيه خصصت للمصادقه على ميزانيه مجلس المدينه كاول ميزانيه بالنسبه لهذا المجلس هذا. من بين النقاط او الاشكاليات اللي طرحها عاوتاني في هذه الدوره هذه هي القضيه المتعلقه بالدار البيضاء تخسر مجموعه من الدعاوى القضائيه. علاش الدار البيضاء تخسر الدعاوى القضائيه، وعلاش يعني اكثر من 70 او 80% من الدعاوى اللي تترفع ضد الدار البيضاء تتخسرها؟ اجي نشوفوا المنتخبين اش قالوا على هذه القضيه هذه. السي عبد الله، من الاشكاليات اللي تطرحها دابا في الدوره تاع المجلس تاع الميزانيه هو قضيه تاع تنفيذ الاحكام، دائما الدار البيضاء تخسر هذه الاحكام ديالها، علاش تقريبا؟ هذا المشكل هذا راه تطرح في اجتماع اللجنه، هذه واحد نهار اللي عقدت اللجنه وجميع المتدخلين ديال السيدات ولا الساده المستشارين شاروا لهذ النقطه، وهذه النقطه ماشي وليده اليوم. انا كنظن هذه سنين وهي الاحكام، ما غنكونش واحد نعطي واحد الرقم، راه 70 او 80% ديال الاحكام كتخسرها ما جماعه الدار البيضاء في نظام وحده. بعدا انا كان نحط على نظام وحده المدينه من 2003 ل 2021 جل الاحكام لواحد 70% كلها خسرتها مجلس مدينه الدار البيضاء. اذا حنا الارتائله في اللجنه وجينا بالتوصيه راه دلينا بها، خاصنا نشوف رؤيه اخرى في هذا مكتب المحامون. ماشي انا كنشك في المحامي، ما يمكنش، واش ما يمكن هاد المحامين كلهم على حده باش نبدلوا المحامين او مكتب المحاماه، او كما جا في التدخل ديال الاخ المستشار اللي خدا الكلمه وقال نمشي للرئيسه تمشي عند الناقب والناقب يعطيها، لان لا يعقل باش مجلس مدينه الدار البيضاء جميع الاحكام ديالو ضده. حنا لان هذا هدر، خاصنا نوقفوا هذا النزيف. بالنسبه للقضايا اللي كتخسرها في واحد النسبه كبيره الجماعه ديال الدار البيضاء، هي اغلبها مرتبط بالاعتداءات الماديه. هذه الاعتداءات الماديه في بعض الاحيان كتكون الجماعه هي اللي دارتها، وفي احيان اخرى كتكون اطراف اخرى اللي دارتها، ورغم ذلك الجماعه هي اللي كتكلف التبعات ديالها. فعلا كاين واحد النوع ديال القصور في التعاطي مع هذا الموضوع، وهذا من الاولويات ديال هذا المكتب، وغادي يكون من الاولويات ان شاء الله ديال هذا المجلس، هو اننا نحدوا من هذه الاعتداءات الماديه وتكون كدار في اطار مساطر اللي وضع القانون حتى لا تكلف المجلس هذه المبالغ الطائله. غنعطيك مثال بسيط، الا خديتي قرار ديال نزع الملكيه لواحد الارض باش تدوز فيه الطريق، اما بالتراضي واما بالنزع الملكيه، كتكون عنده واحد التكلفه مثلا المتر كاري 100 درهم. مني ما كديرش هذه العمليه وكيدار الاعتداء المادي وكيمشي المتضرر للقضاء، كنخسروا بجوج الحوايج. تنخسروا اولا في القيمه ديال التعويض اللي كتكون بعض المرات 4-5 الى العشرات المرات القيمه ديال العقار، وكنخسروا المساهمه ديال هذاك صاحب الارض في الطريق اللي عنده واحد لابروفوندور ديال 10 متر خصو يساهم بها. هذا موضوع حنا واعيين به ومن الاولويات، ورحنا حاولنا نعطيو اشاره من خلال الميزانيه اننا رفعنا من المبلغ المخصص لتنفيذ الاحكام، لان هذا مهم ومرتبط بالمصداقيه ديال المدينه اللي غادي تجعل منها مدينه جذابه للاستثمار، بحيث انها الجامعه ديال الدار البيضاء تعيش في مجمل مداخلها على الضرائب، وهذا امر غير مقبول، ما غاديش يمكننا ان نواجه التحديات. فلا بد تكون المدينه جذابه حتى تمكن ان نخلقوا غدا واحد المدينه انفستيسور اللي تكون عندها دي بروجي اللي عندها مداخل ويمكن لها تواجه التحديات الكبيره اللي كتسناها. على كل حين كنتكلموا على الميزانيه، اولا كنتكلموا على جوج الاشياء، ما هو نظري ادبي وما هو مالي. وهاد الميزانيه كتحكم فيها طريقه التدبير للاسف هي غير تاريخي. حنا ما غنجيوش اليوم في اول ميزانيه للمجلس الحالي غنقولوا علاش ما قدرش تخرج، باش نكونوا واضحين، هذا تراكم. كنتمنوا ان السيده العمده والمكتب اعضاء المكتب اللي معها انهم ينتبهوا لهذا الشيء، وحتى المجلس واللجان وكذا ينتبهوا لهذا الشيء. الاحكام بطبيعه الحال القيمه ديالها مرتفعه، كتستهلك لنا الميزانيه ديالنا بشكل واضح. كنتمنوا انه فيما يستقبل من الزمن اننا نوضعوا حد لهذا الشيء ونفعلوا الجانب البشري، لان عندنا اشكال في الناس اللي كيترافعوا على الجماعه
محامون اغلب الملفات كيخسروها واحد 90% كما جا في التقرير، وحتى الاداره ديال المنازعات والشكايات عندنا في المجلس الجامعي تطالع بدورها وتقوم بشغالاتها باش ما نوصلوش لهذه الحاله هذه. اولا كنعتقد بان هذا الموضوع هذا مؤسف بالنسبه لمدينه الدار البيضاء، لان جل الاحكام 99% من الاحكام حنا ما كنربحوهاش. السبب ديالها اعتقد بان اولا كاين ما بين الاداره ديالنا قسم ديال الشؤون القانونيه وما بين المحامون عندهم هذا الملف، ما كاينش هناك واحد التنسيق، ربما المحامون ما كيحضروش كيواكبوا الملفات، ربما كيعتبروها بان حتى هذاك المبلغ اللي كيكون كبير حيت هما ما عندهمش واحد لا موتيفاسيون اللي كتخليهم يخدموا على الملفات. اعتقد بان خاص مراجعه ديال الناس اللي كيشرفوا على تدبير الملفات ديال المحاكم، خصنا ربما واحد دم جديد، لان ربما هاد المحامون مع احترامتي للمحامين ربما بان الملفات عندهم ما كيعطيهمش الاهميه اللازمه. دابا الاسباب هي اسباب متعدده، دابا بحكم انني محامي اولا ما راجع في خلال جلسه وتدخلات ديال بعض الفروق ماشي صحيح، ليس دائما المحامي مسؤول عن النتيجه، المحامي كما يعرف الفقهاء هو بحال الطبيب ملزم ببذل عنايه وليس بتحقيق نتيجه. الاشكال اللي مطروح هو كاين على صعيد مجلس جماعه الدار البيضاء، طبيعه القضايا ولا الاحكام اللي معروض التنفيذ ديالها دابا في اغلبها الاعم تتعلق يا اما بدعاوى ديال الاعتداء المادي، يا اما بدعاوى ديال التعويض على نزع الملكيه، يا اما بدعاوى ديال التعويض عن فسخ عقود ديال الصفقات. الاشكال فيهم بثلاثه، هو ان الاعتداء المادي اجراء تتمارس الاداره ولا جماعه الدار البيضاء في ولايه سابقه بطريقه تعسفيه وكتاخذ ممتلكات ديال المواطنين، مني كيوصلوا للمحكمه المواطنين طبيعي جدا انه يتعوض. دونك في دعاوى ديال الاعتداء المادي يستحيل انه يكون حكم، اذا ثبت في هذا الاعتداء ما يكونش فيه تعويض مادي لفائده المواطن الذي تم الاعتداء على الملكيه ديالو. دونك هذا الشيء قد يتعلق بالاعتداء المادي. الثاني هو نزع الملكيه، لا يتصور قانونا ان الاداره بما فيها جماعه الدار البيضاء تنزع ملكيه ديال عقار معين دون ان تعوض. حنا تنعرفوا بان الخطب الملكيه كانت دائما تحث الادارات على ضروره انهم يعطيوا التعويض العادل للمواطنين الذين تنتزع منهم الممتلكات ديالهم. النقطه الثالثه وهي اللي مهمه، مجموعه ديال الاحكام صادره بناء على عدم ولا على فسخ عقود ديال الصفقات، يا اما ما كتكملش يا اما كيكون فيها شي اشكال وكذا. انا علاش كنحمل مجلس مقاطعه مجلس جماعه ديال الدار البيضاء لو انه كيواكب المحامون عن طريق الاستشارات قبل اتخاذ القرار بفسخ هذه العقود ولا قبل انتزاع الحيز ديال انتزاع العقار او لا قبل الاعتداء المادي على العقار، اكيد انهم غادي يربحوا الملفات. لحقاش ملي كيواكب معك المحامي العمليه من اولها الى اخرها كيكون عندك كيقول لك ها النتيجه اللي غادي توصل ليها، وكيواكبك ببذل العنايه اللازمه وابداء النصح اللي نفرض ان مجلس الجماعه يديروه. انا اقول بان مجلس الجماعه الحالي خيرا فعل بانه دار خصص في واحد الباب 5 مليون ديال الدرهم لهذه العمليه ديال الاستشارات، لان ممكن توفر على الجماعه مستقبلا مصاريف كبيره تتعلق بتنفيذ هذه الاحكام. لو انه كانت المواكبه ديال المحامون فعلا، لو اننا كنا فعلا تلجؤوا المكاتب ديال الاستشارات ديال المحامون قبل ما نديروا اي اجراء يتعلق بالعقود ولا بالاعتداءات ولا كذا، ما كانش يكون حال هذا جماعه الدار البيضاء في الشق المتعلق بتنفيذ الاحكام. الكثير من المستشارين الجماعيين اليوم اكدوا على مساله واحده، هي ان ضروري الرفع من مداخل تاع مدينه الدار البيضاء. والعلاش؟ لان هذا الاعتماد على الضرائب اللي تحصلها المدينه فقط من اجل يعني تنميه المداخل وانجاز بعض المشاريع امر مستحيل ومستحيل جدا، بالاضافه الى ان كاين مشكل اخر تتعاني منه خزينه مجلس مدينه الدار البيضاء، هي الديون الكثيره المتراكمه على هذا المجلس هذا. من بين الاشكاليات الاخرى اللي مطروحه على ميزانيه الدار البيضاء هي الديون اللي تتقل خزينه المدينه، واش تناقشوا في هذا؟ لا، كتعرف الديون ديال الدار ديال مدينه الدار البيضاء لو بيدجي جينيرال ديال مدينه الدار البيضاء، وهو راه 80% ديالو كتمشي او اكثر كاين تولد كيمشي غير في الموظفين، واحد المليار ديال الدرهم، مليار ديال الدرهم كيمشي في لا كوليكت، ومليار ديال الدرهم ديال الديون. هاد الديون راها كاينه لي بروجي ستركتيرو اللي فيها ما فيها الفيك، ما فيها الديون الاخرى، بما فيها دابا البنك الدولي باقي عاد غادي يدخل بما فيها الديون الاخرى. هذا علاش؟ لان ميزانيه الدار البيضاء والموارد ديال الدار البيضاء بقات محصوره
وبين قوسين الا في الضرائب، استخلاص الضرائب. حنا بغينا نجيو صوره اخرى، بغينا نجيو منظومه اخرى ديال مدينه الدار البيضاء، تشوف موارد واحده اخرى، تشوف طرق اخرى لاستخلاص موارد لشراكات وكذا، ما تبقاش محاصره. الا جبنا الديون كاين، ما جبناش الضرائب ما كاينش مداخل. هو ما كاينش لحد الساعه، راه مازال ما كاينش ارتفاع ديال الديون، راه الديون اللي كاين دابا المبالغ اللي كتأدى مرتبطه بالديون الى حدود الان راه باقى في حدود المعقول، لان القرض ديال البنك الدولي في ان طون دو غراس ديال 7 طون يلاه اليوم تنخلصوا الفوائد ابتداء من اواخر 24 بدايه 25 غنبداو نخلصوا الفوائد والاصل ديال الدين ديال القرض البنك الدولي زائد القروض اللي هي قديمه. داكشي علاش قلت لك المدينه في لمواجهه التحديات كلها اللي جايه ما تيمكنش لها نهائيا تبقى عايشه على الضرائب. لابد ننتقلوا للمدينه المستثمره اللي كتخلق مشاريع مدره اولا للشغل، ثانيا مدره المداخل القاره تمكن المدينه تواجه الاكراهات اللي عندها، لان كاين كيف قلت لك الاكراه ديال الدين، كاين اكراه اخر جاينا ان شاء الله هو لا تي 3 والتي 4 ديال التراموي. كتعرف انهم بعد ما كينطلق العمل بواحد الخط ديال التراموي الدوله كتدعم هذاك التيكي لمده 3 سنوات، من بعد 3 سنوات الجماعه ديال الدار البيضاء هي اللي خصها تولى هذاك الدعم، يعني الاكراهات الماليه اللي كتسدنا الدار البيضاء مهمه جدا. كنعاود ناكد ونبغي نقولها العاشر مره، يستحيل ان الجماعه ديال الدار البيضاء تبقى عايشه الضرائب. لا بد من مدينة استثمارية، هي استثمارية، وفي أغلب الأحيان كنتمناو أن المجلس يمشي معنا في التوجه، تكون في إطار شراكات مع القطاع الخاص، وثانيا تكون جذابة للاستثمار وخالقة لفرص الشغل والرفع من الضرائب. للأسف الديون غيرها المجلس الجماعي إلى 2035، صراحة هذا واقع مرير. خصنا نفكروا في طرق وموارد مالية جديدة. احنا ما تحولناش لجامعه مستثمره على غير 4 الجامعات الرائده في تركيا وفي غير تركيا، ما كنهضروش على المدن الاوروبيه والامريكيه، احنا كنتكلموا على اللي قرب لنا شي شويه. خاص بيني وبينك هو في الاصل كان بودنا اننا قبل ما نهضروا على الميزانيه تكون عندنا واحد الرؤيه على الاقل ديال البرنامج المجلس الجماعي. السيده العمده محترمه راه قدمت بعض الخطوط العارضه ديالها في هذا البرنامج، هذا غادي تكون مناسبه اننا نتناولوا البرنامج العمل الجماعي ديال مجلس المدينه ديال الدار البيضاء، وديك الساعه خصنا نفكروا بطرق اخرى في تنميه الموارد ديال مجلس المدينه وترشيد وتقليص النفقات، وكان الاول باش شركه التنميه المحليه للموارد تخرج للوجود وتطالع بالدور ديالها في تنسيق تام مع المجلس الجامعي كما الشركات الاخرى. ولان بالنسبه لنا اعتقد بان كاين التزامات اللي هي اجباريه، ما يمكنش نتكلموا على ليداك، نتكلموا على القرض ديال البنك الدولي، كنتكلموا على مجموعه ديال الفرقاء اللي عندنا التزامات معاهم، ولكن الميزانيه ديالنا ما كتسمحش باش نأديو. اذا اعتقد بان في هذه الميزانيه اللي صادقنا عليها اليوم، هذا المشروع الميزاني اللي صادقنا عليه اليوم، خصنا اولا اعاده النظر في التدبير ديال المداخل، لان المشكل ديال المداخل، مجموعه المداخل يمكننا نستخلصوها ولكن ما كنقوموش، الا مشينا غير المرافق او الجماعيه راه غنلقاو مجموعه ديال الممتلكات الجماعيه ولكن كتدبروها بطريقه عشوائيه. حنا داخل معاهم في ليتيج مع المحاكم، حنا ما ربحناش وهذوك الناس اللي كيستغلوا ما ربحينش. اعتقد اعاده النظر واحد الطريقه جديده ديال اعداد السومه الكرائيه ونعطيهم يشتغلوا، غندخلوا مداخل.